بابا شو اليوم بدك تعملنا؟ اسمعوا، حكيت لبابا اول طبخة انا رح اطبخها بابا في نفس اليوم. صراحة بابا يعني البيض اللي بتعمله انت والله انه غير خبرة عن جد، ما بعرف شو بتحط فيه. بحط بعملها بزبدة مش بزيت اولا، وبعدين البيض بنحط معه كاسة حليب. بتروح الزنخة وبنفخ. والله صح، عن جد بيطلع البيض اللي بيعمل بابا هيك بيطلع زي القطن. ما شاء الله بابا.